نعم فعليا وتيرة الغارات الإسرائيلية في ارتفاع واضح خلال نهار هذا اليوم، والتي تركزت في مناطق المحافظة الوسطى. هذه المناطق تحديدا المنطقة الشرقية منها المحاذية لمخيم المغازي ومخيم البريج تعرضت إلى عشرات القذائف التي أطلقت من المدفعيات الإسرائيلية من الآليات والدبابات العسكرية المتمركزة على الشريط الشرقي، وبالتالي أيضا عدد من الغارات الأخرى التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في محاور مختلفة أبرزها مخيم النصيرات أيضا، بالإضافة للبوارج الحربية الإسرائيلية التي كثفت من غاراتها في المناطق الغربية الساحلية لمحافظتي دير البلح والنصيرات. وبالتالي هناك ارتفاع واضح في وتيرة هذه الغارات الإسرائيلية، مع التنويه أنه كان هناك تنويع في الأهداف الإسرائيلية، استهدفت ثلاثة مساجد داخل مخيم دير البلح، بالإضافة إلى مركز إيواء تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وهي عبارة عن مدرسة تدعى مدرسة سكينة هنا بالقرب من مستشفى الشهداء الأقصى، أسفر عن وقوع أكثر من 9 إصابات وضحية واحدة، بالإضافة إلى الغارات الأخرى التي استهدفت مراكز ثقافية هنا تعمل في مخيم دير البلح. مع التأكيد أن مخيم الدير هو من المخيمات التي صنفها الجيش الإسرائيلي أنها المناطق الآمنة التي سمح بالنزوح إليها من المناطق المختلفة التي وجه الجيش الإسرائيلي النازحين والسكان الفلسطينيين للخروج منها، وأبرزها مخيم البريج والمناطق الشمالية والغربية لمخيم النصيرات، بالإضافة أيضا إلى منطقة الزهراء ومنطقة جحر الديك. هذه المناطق توجهت بشكل مباشر بناء على القذائف الإسرائيلية وأيضا المناشير الإسرائيلية، توجهت إلى منطقة مخيم دير البلح الذي هو بطبيعة الحال يتعرض إلى غارات كثيفة جدا في الآونة الأخيرة من قبل الطيران الحرب الإسرائيلي وأيضا من قبل المدفعيات الإسرائيلية. تحديدا المناطق الشرقية الجنوبية من منطقة دير البلح تعرضت إلى عشرات القذائف في الآونة الأخيرة، استهدفت هذه المناطق المحور الأساسي الذي يحاول الجيش الإسرائيلي فيه التقدم بشكل مباشر نحو محافظة خان يونس ونحو مناطق محورية وسطية فيها، وبالتالي الاشتباكات أيضا في تلك المناطق في أوجها تعتبر مع الفصائل الفلسطينية، في ظل حديث عن خسائر تلحق بالآليات والدبابات والمركبات في تلك المناطق، بالإضافة إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين. ولكن الجيش الإسرائيلي أيضا لا يوفر فرصة في عمليات الغارات الإسرائيلية التي يشنها في وسط محافظة خان يونس تحديدا وعلى مقربة من مؤسسات إنسانية وأيضا مؤسسات إغاثية عاملة في تلك المناطق، بالإضافة أيضا إلى محافظة غزة والتي شهدت تصعيد خطير في الآونة الأخيرة. طال جامعة الأقصى وسط محافظة غزة، الأمر الذي أسفر عن وقوع أكثر من 20 ضحية في صفوف النازحين الفلسطينيين الذين كانوا يأوون في تلك المنطقة، وبالتالي هناك أيضا عدد كبير من الإصابات. الاشتباكات دائرة ما زالت في المحاور الشرقية المحاذية لمحافظة غزة، أبرزها منطقة الصبرة وحي الدرج. هذه الاشتباكات لم تتوقف حتى هذه اللحظة في ظل ارتفاع واضح في وتيرة الغارات الإسرائيلية، وأيضا في ظل تقنين المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المناطق الشمالية ومحافظة غزة بعد استهدافها بأكثر من شاحنة تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي. وبالتالي أعلنت العمليات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين عن توقف إيصال المساعدات إلى المناطق الشمالية والمناطق محافظة غزة ومطالبتها بتحييد العمليات الإنسانية من الصراع وعمليات إطلاق النار حتى تستمر عملية استكمال هذه العمليات الإغاثية وتقديم المساعدات للسكان الفلسطينيين، بإنذارات متعلقة أيضا لإنهاء الكوارث التي تلحق بالشارع الفلسطيني نتيجة للمجاعات ولنقص الغذاء ونقص المستلزمات الطبية، في ظل أيضا الضغط الشديد الذي تعانيه المستشفيات الفلسطينية العاملة خاصة في محافظة الوسطى والمحافظات الجنوبية، في ظل تكدس كبير للنازحين الفلسطينيين في هذه المناطق، وفي ظل أيضا استمرارية العمليات العسكرية.